السلام عليكم. اليوم غنصوبو البغيوات بالفخوماج. غادي خصنا 200 غرام ديال الفخوماج مطحون غوياغ ولا الفخوماج الاحمر اللي بغيتيو، غوياغ حسن، جوج معالق صوبه ديال الربيع السيبولات والاستراغون، جوج حكاك ديال الفخوماج لاباش كيغي، ملحه والابزار، معلقه صوبه ديال الفرينه، وثلاثه ديال الحكاك ديال كيغي، وكيلو ديال الورقه. غنزول دابا الكويرطات ديال الفخوماج لاباش كيغي والكيغي، وغادي نخلطهم في واحد جبانه كبيره، وغنزيدو معاهم داك الفخوماج المطحون غوياغ ولا الفخوماج، وغنزيدو معاهم ربيع وملحه والابزار، وغادي نخلطو كلشي. الا جبتي هاد الماكينه باش تخلطوا كل شيء تتعاون، ما كاينش كل مغيب الفرشي تدم. في واحد زليفة درنا جوج معلقة ديال الطحين في شويج الماء باش نشدو البغيوات. كورنا الفرماج بحال الحنيشات، ومن بعد درنا الورقه مبعه طولناها دهناها بشويه زيت لتحت عدناها باش ما تلصقش، ومن بعد درنا الفرماج فيها ودوزناها كيف تشوفوا في الفيلم. وفي الاخر باش نشدو درنا داك الطحين اللي في الماء باش يتجددو، ومن بعد كملنا حتى كملنا كل شيء. فوالا احنا كملنا كل شيء. هاد الفرماج جابوا لينا شي 100 بغيوه، اي باش نخبعوهم نقديهم شي حكيكات ديال البلاستيك، ونديرو داك الفيلم داك البلاستيك ديال الماكله ما بين وبين باش ما يلصقوش، ونقدو نخليهم في الكونجيلاتور 3 شهور، شهرين او 3 شهور كي بغيتي. وحتى تبغيوهم وحيت تبغيوهم معلوم، غادي خصك تدير الزيت تغلي وتقليهم في الزيت معلوم، حيت جيتي تقليوهم تخص الزيت تكون غليانه، ومن بعد تعمل البغيوات تقليهم من جهه، وحيت يطيبو معلوم تقلبهم للجهه الاخرى للجهه الاخرى، تتكمل كل شيء. تمتعوا بهم. سلامه.